السيد ميسون طاهر. تفضل. السلام عليكم. والله اللي شي يتاسف، هذا محافظ البنك هذا دائما يجي يحكي لنا كي جدنا بكري تاع الغول هذاك، يجي يحكي لنا كل عام ويروح. هذا ابو سيلم الكذاب هذاك راه يقول لنا التقرير السنوي 2014 هذا التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، وراه التطور الاقتصادي والنقدي في الجزائر هذا. انا والله مازال ما فهمتش شنو التطور الاقتصادي والنقدي في الجزائر. لا راه يكذب على روحه ولا راه يكذب علينا، ما فهمناش ولا ميك ولا يكذب الشعب هذا. حنا رانا نشوفوا باللي كاين عجز في الميزان المدفوعات، نشوفوا عجز في التجاره، نشوفوا فيه امور للامور التدهور التقهور كما يقول الانسان. الدينار الجزائري هذا مع نفارغوه بين البلدان المجاوره راهم نشوفوا هما راهم خير منا. في السبعينات كان ما عندنا لا مؤسسات اقتصاديه لا اقتصاد لا يجي، كان الدينار اكثر من الفرنك الفرنسي. اليوم كيف اصبح الدينار اليوم نشوفوا فيه ضعيف ويقول لك داير لك التطور الاقتصادي والنقدي. والله يا بلاد هذه غير بلاد سبيسيفيك صح. يقول لك نسبة التضخم حسب البنك الجزائري حددت حوالي 5% في 2015. هنا واش راه يقول لك؟ اسم هذا لا يعكس الواقع الذي يعيشه المواطن هنا. حنا كل شيء رانا معتمدينه الريفيني تاع البترول هذا. عمرنا نشوف. حاجة اللي دوختني أنا في الصيف هذا دخلوا للسيكوار. الشرطة دخلت للسيكوار أرفد 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 ادي لهم كاع الدراهم تاعهم وكل شيء. إطار سامي في الدولة بيصرفوا له الدراهم لقاوهم ترافيكين. يومين داروا حملة ما عرفناش هذوك الدراهم كي داوموا واش داروا بهم. تبعوهم قضائيا ما تبعوهم قضائيا ما رجعوا لهم دراهم ما والو. ومدة غير تاع يومين ومن بعد نشوفوا تروازيام جور والرابع اليوم وكذا رجعت الأمور إلى مجراها الطبيعي. ما فهمناش اللغز مالو ولا كي عاد هذا إطار سامي عطاو له دراهم ترافيكين سما ريكيبيروهم له من عنده ولا كيفاه ما فهمناش اللغز هذا وين. ونشوفوا هذه الالفراك هذه، شوف الالفراك هذه راني مدوخ فيها بزاف هذه، شوف فيها فور جراندايزر انطلق. تشوف هنا اش نديروا من المجاهدين تاعنا؟ نديروا الراحل هواري بومدي، نديروا فخامه الرئيس المجاهد تاعنا عبد العزيز بوتفليقه، نديروا الرموز تاعنا. هنا لا داير ليه فور هذا، ما فهمتش انا الثور علاه دايروا هذا. رانا نشوفوا فيهم كي تعدي ساني من انت جراندايزر انطلق. وكل عام يجي يكذب علينا ويروح. راني فتحت لهم هذه درنا هذه درنا هذه، هذو تاع لي كريدوك هذو كونتر ميز دوكيمونتير كذا. الناس راه داير سجل تجاري هنا في الجزائر وخادم سجل تجاري في الصين الشعبيه ويدير ترونسفير تاع دراهم من الجزائر ويبعثهم هو لهيه ويبعثهم للصين ويعاود هو يقبض ويبعث لنا في الحجر. مش عيب علينا يا جماعه الحجر نشوفوه في لي كونتينر، لا حضور تاع الزبون، لا حضور تاع البنك، لا حضور تاع الجمارك. نهار كي نخلصوا ونعطوا له الدراهم ويقبضهم هو الفورنيسر هذا، نجيو نفتحوا لي كونتينر نلقاهم معمرين الحجر، وتقول لي اقتصاد قوية. وديجا هذا اسمح لي قال لك بدل المراه تسرح. هذا راه 20 سنة وانا نشوف فيه غير هنا، راه قريب يخلد هسي. هي والله العظيم قال لك كيما يقول لك الانسان يا سيدي راه باغي يخلد. احنا رانا عندنا 5 سنين نكملوا ونروحوا، وهذا دائما نشوفوا غير هنا، دائما يجي يكذب علينا يبلبل علينا ويروح. هذه ما والله رانا متمسك انا من 2012 وانا نشوف فيه هو غير، ويجي يدير لك تطور اقتصادي ونقدي للجزائر. تمسخر بروحك ولا تمسخر بينا؟ راه ما بالك تشوف فينا رانا ميكيات هنا ولا كيفاه؟ اي شكرا والله غير هذه صح سبيسيفيك، والله ماني غلط كي قلت سبيسيفيك. بلاد هذا تمشي على لونفير وخلاص ويقول لك اقتصاد قوي، روح دير اقتصاد غير روحك انت واش من اقتصاد قوي انت. ويجي يديروا لنا غير رموز تاع الحيوانات، تسمى هذه بلاد تاع الحيوانات هذه عطوا لها قيمه كبيره. هي والله العظيم نشوفوا غير رموز تاع هذه. انت راهم يدوكم في دراهمكم، بالك بلي لي كلارك اللي راهم يجيبوه من الاجانب، بالك بلي تخلص كلارك تربط لي كوندينات يفدوهم بالعمله الصعبه. وحنا نخلصوا فيه بالعمله الصعبه هنا في الجزائر، هنا نخلصوا وهما يدوا في دراهم ودير له كريدوك يخلص، الكريدوك يخلص في البحر، الكونتينر داخل البحر هو خالص الفورنيشر. وقاعد يعرض في روحه هنا ويقول لك راني محافظ بنك. لا ما تمسخوش بينا والله العظيم، حنا رانا امانه في رقبتنا رانا كذا، حنا واش هما نبينوا في رواحنا ولا كذا، هذه حقيقه ولازم يعرفها اي انسان. والله حاجه كي نصدقوا عليها ولا نديروها راه عندنا مصدق، رانا منبر نهضروا منه، انا نهضروا باسم الشعب ورانا نهضروا غير انا لا رانا جايين ابيبري يقولوا لنا رانا ابيبري، ولا انا مترافيكين هذيك رانا نحلوا المجلس هذا ونروحوا لديارنا. هم الله كنا نحاربوا الشعب، لا هو يتمسخر بينا نوضوا ليه، قال لك تمسخر بينا، قال لك جايب لي تمسخر بينا.
هذه الوكاله تاعك كيما واحد كيما ديك الزميل تاعنا صرف منا بالسيكوار وراح للمغرب، حكموه دخلوه الحبس. وشكون